السلام عليكم، اهلا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. اسقسم قز، سعداء جدا ان نلقاكم في عدد جديد من برنامج اهداف وملاعب. في هذا العدد سنتحدث عن المنافسه القاريه وكذلك المحترف الاول والثاني. في المحترف الاول شبيبه القبائل تكسب الرهان في الدرب القبائلي، والمولوديه تنتفض وتقصف دفاع تجنانت برباعيه كامله، وكذلك فوز مهم أولمبي المدية أمام اتحاد بل عباس. الكثير من الصور في هذا العدد الجديد من أهداف وملاعب. في البداية سعد بتواجد عبد النور كريبازا، أهلا مرحبا. أهلا وسهلا كريم. وأس قسم قز، أس قسم قز أيضا عبد الرزاق حلالجي. شكرا سي كريم، تحية السلام وتحية لجمهورنا الرياضي الكريم. مرحبا بك في هذا العدد. يتواجد معنا أيضا مصطفى مازا، أس قسم قز. إن شاء الله يكون بس قس نربح بالخير. ان شاء الله اذا بغربي ان شاء الله لهنا كل زي ان شاء الله. تبدا الشتاء العالي ها؟ لا بس لا بس. هذه ما فهمهاش عبد الله. لا لا ما فهمهاش. فهمت عبد الله؟ لا. ها؟ لا. اللغة الأمازيغية أنا بديت تعلم بعض الكلمات، لكن مصطفى مازا يعرف يعرف ال سبيكي يعرف ال ما سقسيتنيش كيف أنا فهمت. فهمتها؟ أنا فهمت. هاي الترجمة هذه؟ عام سعيد وعام راح يكون بالخير ولهنا علينا الفلف. وبدات بامطار خير ايضا. ان شاء الله. وامطار بركة ايضا. اذا مباشرة مع المنافسة القارية، نصر حسين داي خاض منذ ساعات مباراة كانت مهمة جدا في إطار الدور 16 مكرر أمام أهلي بنغازي نازمة في اللحظات الأخيرة من المباراة التي علق عليها الزميل سامي نور الدين. كانت عن طريق رقم 23 داو حذاري، اول تصويبه والخطر لصالح الاهلي البنغازي. هاي الاعاده، نعم هنا كانت كره من اللاعب بوبكر بوعقيله. شوف الكره نعم جنب بعيد من مواقي، يطلب الكره شويه ربما واحد اثنين من هناك يطلب ينتظر ينتظر الكره، الحارس كان خارج كان خارج شاهده من بعيد. هاي الإعادة، شوف المسا الحارس المسا عبد الله الشعافي الشعافي فعلا رقم 18 وليس 19. نعم وصلتنا المعلومات في آخر اللحظات. هاي كرة لصالح نصر في التصويب أرضية والدفاع. هاي على الجهة اليمنى ممتازة ممتازة ممتازة. الهدف الهدف ربما الهدف فعلا ضيع. يا سلام الركنية، يا سلام على تضييع مثل هذه الفرص. هل فيه اكيد اكيد ربما هاولها. شوف هاي اللقطة وراه لمسة يد، اصبر نور الدين اعتقد انه في هاي لمسة يد. انا نعم لمسة اليد اليمنى تاع اللاعب طويل طويل القامة يعني الاسمراني هو اللي لمسها فعلا، ولكن لا ننتظر التصويب من بعيد ممتازه مباشره الى هاو الضغط. قلت الكره هاي الكره هاي كره هدف هاي كره هدف له لعبها احسن والتصويب والهدف جانبيه. جانبيه كان ممكن انه الكره تكون على الجهه اليسار بس راح احسن. كان يخرج وحده يعني بتمريره قصيره توصل اللاعب اللي طلب على الكره على الجهه اليسرى لاعب مواقي فعلا. حذاري من الكرة هذه في العمق صعبة 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 والهدف الهدف في الدقيقة 94 وبعض الثواني. شاهدوها نعم. شو الكرة نور الدين مشات تقريبا إلى المرمى عارف المباشرة ما نعرفهاش. لا ما نظنش ما نظنش انه لمسها لانه كانت موجهة كما ينبغي. نعم. كانت تطلب إلا ولما لمست عفوا الأرضية. هدف في اللحظات الأخيرة من المباراة كان بإمكان النصرية أن تتفاداه، ولكن هدف فرح صعب من مأمورية النصرية. طبعا مصطفى نعم الهدف اللي خداه اللي تلقاه نصر حسين داي في الثواني الأخيرة خاصة عن طريق كرة ثابتة أثر بعض من الشيء على معنويات اللاعبين، لكن نظن هناك مرحلة ثانية وين يقدر نصر حسين داي أن يسترجع اللاعبين على غرار أحمد قاسمي على غرار كذلك اللاعب حسين العرفي
يقدر يعود ويدخل دوري المجموعات. شفنا نصر حسين داي قدم مباراة مقبولة جدا، لكن لما تلعب خارج الميدان كريم مش ممكن أن تجيك 20 فرصة، تجيك واحدة اثنين على الأقل يعني تسجل هدف واحد. تلك الطريقة اللي ضيع بها فرصة هدف لا تضيع. نظن شوف لا تلعب في المستوى باش تروح للدوري المجموعات، نظن نصر حسين داي بالانهزام المر هذا يعني شيء غير مقبول. شاهدنا ضيع عدة فرص وبعدها يقبل هدف على كرة ثابتة، ونظن أننا نعرف حاجة في كرة القدم كريم، أنه الشيء اللي غير مقبول هو لما تقبل هدف عند كرة ثابتة. يعني الكرة الثابتة عندك يعني اللاعب وعندك الكرة، هنا تشوف يعني تمركز اللاعبين، المدافع كسر خط التسلل، يعني التركيز اللي ما كانش في نهاية المباراة تنهزم بهدف مقابل صفر. أنا نظن حقيقة كاين مباراة العودة، لكن راك وعرت على روحك الشيء اللي راه يستقبل للمباراة، لأنه راح يكون ضغط كبير. ولما تعرف فينك في الكرة كريم، انه عندك ربع ساعة الأول، ربع ساعة الأخير تاع الشوط الأول، ربع ساعة الأول تاع الشوط الثاني، والربع ساعة الأخير تاع هذا دائما يعني. وزيد مع شباب قسنطينة استقبل هدف على كرة ثابتة يعني، وغياب قاسمي لفريق نصر حسين داي، ولا منذ غياب قاسمي الفريق ولا ما يسجلش. نظن نتمنى أن المباراة الجاية يصلح هذو الأخطاء، لأنه الفريق راه يستقبل أهداف على كرة ثابتة والفريق ما هوش يسجل منذ إصابة اللاعب قاسمي. تحكيميا عبد الرزاق، تحكيميا انا نشوف لقطات ما كانتش حاجه كبيره، ما كانش لقطه اللي ظاهره لانه الحاكم اخطا فيها. تكلمت عن لمسه يد فقط في اللقطه، اعتقد نعم في كره شمس الدين حراك ضرب الكره، واعتقد انه الكره اللي لمست بعد من شيء يد، لانه الحاكم صفر ركنيه، لو اللاعب لمساش اعتقد انه كنت تمشي مباشره الى المرمى، لكن حسب رايي كانت هناك ضربه جزاء. شفنا لقطه بلال ان امكن خروج الكره الى ركن، لقطه حراق اللي يقول مصطفى اللي طبعا شاهد المباراه وحللها رفقه زميلنا سمير نور الدين، مباراه تشاهدونها كامله ان شاء الله خلال هذه السهره. هاي اللقطه نايد حتى الكره هنا تبان نعم. شوف اليد راهي ممدوده محلوله نعم ممدوده، هي خارجه على جسم اللاعب. هاي لك كيعاود رجعت لمست اليد، كانت ضربه جزاء لانه عبد الرزاق الحكم صفر ركنيه، يعني لو ما لبستش كليه اللاعب يعني كانت تمشي مباشره، كانت تمشي ممكن كانت تمشي للمرمى مباشره. حتى رده فعل تاع اللاعب حراك راح للحكم ظن ممكن تقدر تكون خطاش، لانه الزاويه تاع حراك كانت واضحه، شاف اللقطه كيما لازم الحال، وحنا شفنا عاودناها كانت لمسه يد الحكم حرمه النصريه من ضربه جزاء في حق النصريه. مع ذلك النصريه بامكانها ان تتدارك الامور هنا في الجزائر بملعب 5 جويلية في مباراه العوده لتدخل دوري المجموعات، مثل ما دخله فريق سيدخله شبيبه الثوره هذا السبت، ويدخله حاليا فريق شباب قسنطينه في منافسه كاس رابطه ابطال افريقيا. صور عن تنقل شبيبه الثوره وبعض التصريحات التي رصدها لنا زملائنا من محطه بشار قبل السفر بمعنويات مرتفعه في أول خارجة في دوري المجموعات أمام نادي سيمبا التنزاني. ماذا يقول الوفد وفد شبيبة الثورة عن هذه المباراة؟ الحمد لله التحضيرات جارت في ظروف عادية، نخفيك اللي عندنا فواياج دير اليوم، وان شاء الله كما نقول لك رانا نستناو في هذه المقابله باش يمون نونوري والالجيري ونونوري والمايو تاع الثوره، وان شاء الله سي لا بريمير بارتيسيباسيون تاع الثوره، ان شاء الله نفرحهم نديروا اللي علينا باش نجيبوا نتيجه ايجابيه ان شاء الله. التحضيرات كانت جرات في ظروف جيده، وين عملنا الفريق الخصم وين درسناها بيان، ان شاء الله يا ربي احنا رايحين لتنزانيا ان شاء الله باه نجيبوا 3 بوان ان شاء الله. بالتوفيق لشبيبة الثورة في المباراة الهامة التي تنتظره أمام نادي سيمبا التنزاني. كيف ترى حظوظ الشبيبة في هذه المباراة؟
والله نظن يعني حظوظهم قائمه، نظن نعرفوا انه الشبيبه الثوره الفريق اللي جاب عده نتائج ايجابيه خارج الديار، بدايه المنافسه نظن لازم يكون يعني تركيز كبير من طرف هذا الفريق، لو ما ينجمش يفوز ما ينهزمش في تنزانيا. نعرفوا فريق اف سي سيمبا هذا الفريق اللي عنده يعني ثقافه في المشاركه الافريقيه، عنده تجربه. نظن نتمنى انه غياب ناتيش وبوشيبا الوسط ميدان ما ياثرش على هذا الفريق تاع شبيبه الثوره، لكن يعني ثقتي كبيره في الفريق شبيبه الثوره اللي ممكن ترجع بنتيجه ايجابيه. ثلاثي التحكيم عبد الله؟ ثلاثي التحكيم ما عندناش معلومه كبيره عليه، لان لكن في دور المجموعات حكام كلهم من نخبه مستوى عالي الف ومستوى عالي، نظن بحال تجرى الامور في احسن ما يرام بالنسبه للتحكيم على فريقنا. ان شاء الله بالتوفيق اذا لشبيبه الثوره في المباراه الهامه التي تنتظره طبعا في اول خرجه في دوري المجموعات. الان ندخل المحترف الثاني بعد الفاصل. دربي الحضنة هكذا يسمى أكده عبد الرزاق، نعم، كان مثيرا شيقا ممتعا بين أمل بوسعادة ونجم مقرة، وحضران التلفزيون الجزائري عمر جمعي. لم يكن الطريق إلى بوسعادة سهل بعد التساقط الكبير للثلوج، ما تسبب في تعطيل حركة المرور، أمر حال دون تصويرنا للهدف الأول لنادي مقرة بعد 6 دقائق من بداية دربي المسيلة عن طريق بولعنصر. رغم الهدف المبكر للنجم إلا أن أنصار بوسعادة دفعت بفريقها للأمام، والبداية بتسديدة خلفي التي وجدت الحارس شلالي بالمرصاد، بعدها أكيل وجه لوجه لم يحسن استغلال تمريرة علوي. يزداد ضغط المباراة مع ازدياد الأخطاء، واضطر الحكم لإشهار البطاقة الصفراء في كل مرة، يطرد بعدها في الدقيقة 40 مدربا الفريقين إطراء الاحتجاجات. آخر فرصة في الشوط الأول كانت للأمل، ودائما خلف كرته تجانب القائم. المرحلة الثانية، وبعدما ظن الجميع أن بوسعادة ستعود في المباراة، نزواني يخادع الجميع من أول كرة ويمضي الهدف الثاني وسط دهشة كبيرة لأنصار الأمل، بينما الفرحة كانت في مدرجات النجم، لتكون الضربة القاضية في الدقيقة 50 وبعد هجمة معاكسة قادها بولعنصر يوزع نزواني مرة أخرى يمضي الهدف الثالث للنجم والثاني له في هذا اللقاء. زملاء القرنازي عاكسهم الحظ في هذه المباراة، بعدما لم يتمكن هذا الأخير وعلى بعد مترين من المرمى من وضع الكرة في الشبك، ليتأرى نجم مقرة من المباراة الأولى التي انهزم فيها ويرد الدين لبوسعادة، الذي يبدو أن لاعبيه كانوا يفكرون أكثر في مباراة الكأس أمام الصيف، فيما نجم مقرة يبقى يصنع الحدث في أول موسم له في المحترف الثاني. الحدث يصنعه إذا نجم مقرة بثلاثية كاملة، يبدو بانه يؤكد نواياه في تحقيق الصعود هذا الموسم، غير الهدف راهو ب 30 نقطة، ونظن راهو في سلسلة النتائج الإيجابية، متأهل في الكأس، فريق راهو في صحة جيدة، ممكن الرئيس بن ناصري راح يغير الهدف، دارك النقاط اللي ضيعها أمام اتحاد الحراش، لكن تعادل مع اتحاد الحراش نظن بالنسبة لي أنا تعادل إيجابي، سجلوا زوج يعني كان هدفين، كان منهزم ورجع نظن ضد اتحاد الحراش اللي الفريق اللي كيف مباراة فيها 3 ضربات جزاء 4 ضربات جزاء كثر عنها الكلام كثيرا كثيرا لسوء الحظ، الصور لم توضح لنا ولكن فيها ما يقال فيها ما يقال جزاء. كان حقيقة عاود باش كل واحد نعطيو له حقه سيدي، في ضربة كان واحد ضربة جزاء حتى احنا وكان خطا من عندنا الصوره، لكن تبين بلي الصوره كان ضربت في يد اللاعب، كان ضربه جزاء، كان ضربه جزاء حقيقيين اللي ما شفناهمش، لكن هناك ضربه جزاء حقيقيين، وهذا الشيء حنا الناس استغربت. نعم حقيقه في 4 حقيقيين ماشي في 4، منهم اللي ما شفناهمش ومنهم اللي شفناهم كانت حقيقيين شفناهم. ونزيد لك حاجه، الناس ما دهشت على 4 ضربات جزاء، لماذا ما يكونوش 4 ضربات جزاء في مباراه؟
الناس قالوا لماذا أربعة عادي؟ لا لا أربعة عادي ولكن تكون لا صحيحة. نعم تكون لو تقدر لو تكون صحيحة. حتى وإذا أخطأ على الحاكم في هذا كانت الحاكم اللي يعلن على أربع ضربات جزاء في مباراة من الطرفين. هذا عادي حتى خمسة عادي المهم فقط تكون صحيحة صحيحة ها؟ نعم لذلك ما فيهاش مشكلة احنا انا قلت فقط اثارت الجدل نعم. ولم نتمكن نعم. من الفصل فيها بسبب وضعية الكاميرا للاسف الشديد هذا حبيت نزيد نبه لك سي هاي خلاص وضحنا الامور مازال انا جاي لا مع هذا الفريق راه يسجل كثير صراحة اليوم تفوز في ديربي 3-0 نظن تحس بلي فريق هذا راه في طريق صحيح مع إدارة والرئيس ممكن كما تكلمت انه عنده حظوظ كبيره يلعب على ثلاث يعني مناصب كل شيء ممكن تحكيمي الحكم لم يتسامح ابدا مع المدربين هكذا انا نقول اليوم تويت تحكيم سيد بوكواسارياس مع السيد ابراهيم والسيد سليماني اللي مباراه شفناها في اهداف ثلاث اهداف الفريق الجزائر هو اللي فاز على ارضيه ميدان امل بوسعاده شفنا في المباراه كانت مباراه نظيفه اليوم كانت مباراة خارج المستطيل هو مباراة طاقمين بين عزيز عباس بس وفي النار هما اللي بعد احتجاجاتهم ادتهم لي باش يكون عن بطاقات طرد الطاقم الفني احنا نقولوا نمدوا نداء للطاقم الفني انه يتحلاوا شويه بالهدوء حتى ما تنفخموش الامور داخل المستطيل الاخضر إذا الأمور واضحة بالنسبة لهذا الدربي فوز نادي مقرى على فريق أمل بوسعادة لدينا أيضا صور وصلتنا من الشلف وعودة كما يتشلف لتحقيق الانتصارات أمام منافس قوي يعود من بعيد اتحاد عنابة مباراة كانت مثيرة وشيقة وفيها الجدل أيضا تحكيميا نتابع المباراة الملخص المباراة مع زميلنا عبد العزيز بن سالم مباراة الوصيف جمعية أولمبي شلف بضيفه اتحاد عنابة جرت دون حضور الجمهور بسبب العقوبة الاتحاد دخل في صلب الموضوع منذ البداية عندما فشل غماري في ترجمة انفراده بالحارس سحنون إلى هدف التقدم رد الأولمبي تأخر إلى غاية الدقيقة 35 بكرة ثابتة مرت فوق مرمى الحارس بن مالك ثم مخالفة مريلي التي انبرى لها هذه المرة حارس الاتحاد أخطر فرصة في المباراة كانت عبر ركنية جاهل التي مرت بجوار القائم الأيسر لمرمى العنابيين لينتهي الشوط الأول بلا غالب ولا مغلوب الشوط الثاني دخله اتحاد عنابة بقوة وكاد مدافع الجمعية أن يباغث حارسه بكرة عكسية لتتحول إلى ركنية كاد على إثرها بوعافية أن يوقع أول الأهداف في المقابل جاهل سدد بقوة لكن كرته جانبت القائمة بقليل الدقيقة 78 الحكم بسليماني يعلن عن ركلة جزاء لصالح الأولمبي بعد لمس الكرة ليد مدافع الاتحاد ركلة احتج عليها المدرب مواسى بن حملة نفذ بنجاح مانحا فريقه التقدم بعدها احتج لاعب اتحاد عنابة على عدم احتساب ركلة جزاء لفريقهم ليعيش دفاع الأولمبي لحظات عصيبة في آخر أنفاس المباراة التي انتهت بفوز ثمين للشلفاوة هذه الأخرى مباراة كانت مثيرة كانت صعبة جمعية شلف فاز بنقاط ثلاث وجدد العهد معها انتصارات بعد فترة صعبة نقول لك كريم أنه جمعية شلف كان منعرج هذه المباراة بدون جمهور نظن فاز ضد فريق يعني اللي رجع بقوه في المباريات الاخيره نظن جمعية شلف اليوم دار خطوه كبيره لبقائه في الثلاثة الاوائل مع مباراه صعبه ضد اتحاد عنابه اتحاد عنابه عاد بهدوء من بعيد رغم كل المشاكل التي عاشها في المده الاخيره والضغط المفروض بسبب مساله الديون ولكن في فريق يقدم كره جميله ولم يقل بعد كلمته الاخيره رغم هذه الخساره أكيد ما راهوش بعيد على البوديوم بالرغم من أنه البوديوم ما
متكون من ثلاثي شلف مقرة وكذلك العلمة. نظن أنه حتى اتحاد عنابة والمباراة اللي قدمها اليوم يعني بين النواياه بالرغم من الخسارة، نظن أنه بجمهوره بالإمكانيات في الفريق أعتقد أنه المدرب مواسى يقدر يوصل بالفريق على الأقل إلى بوديوم. كل شيء ممكن لهذه المدينة. ست نقاط على البوديوم. ست نقاط. ست نقاط على البوديوم. ما روش يعني بعيد لأنه شوف كريم، لما تلعب في مرحلة العودة المباريات كلها مهمة داخل الديار، لأنه الحسابات بدأت داخل الديار، ولا أقل تحاول أنه تتفاوض في المباريات خارج الديار. احنا شفنا مباراة تاع اليوم أمام جمعية شلف وين على الأقل كان يقدر يعود بنتيجة التعادل، لكن نظن أنه خسارة تاع اليوم ما راحش تأثر نظن على جمعية الاتحاد عنابة، لأنه أهدافه هي واضحة، لعب الصعود مباشرة. تحكيمية ضربة جزاء لجمعية شلف أثارت الكثير من الشك والاحتجاجات من جانب اتحاد عنابة، نشاهدها يا سي عبد الرزاق يا سي حلالشي ونرى إذا كانت شرعية أم لا. نعم شوف هنا في اللقطة هذه جمعية شلف. نعم الصورة أمامك. نعم هنا في الصورة رانا نشوف الكرة مشات ثلاث لاعبين من مدافعي اتحاد عنابة ومهاجم من اتحاد من جمعية شلف، لكن هنا احنا نحوسوا على الشيء اللي خطا، ماهوش ما كاينش خطا هنا، ماهوش خطا بالمدافع ضد المهاجم، نقدروا نشوف نحوسوا على عامل اخر هو كما ذكر الاخ يتكلم عن لمس باليد. نعم هل في لمس باليد؟ انا حتى شيء ما يظهر باللي هناك، انا ما ظهرش ما كان حتى شيء يظهر باللي هناك لمسة يد من مدافع مدافعي اتحاد عنابة. نقدروا نقولوا بان هنا الحاكم وشوفوا خليوا الكره خلي الامور تمشي، نخليوا المخرج يخلي الامور تمشي. شوف حتى رده فعل اللاعبين، شوف رفد يده وذكر، شوف شو يقول اللاعب، شوف هنا يقول لك يقول لك دير ركنيه، يطلب ركنيه اللاعب، يطلب ركنيه حتى اللاعب هنا طلب ركنيه. انا نظن نفس اللاعب تاع شلف. لا نروح معك طلب ركنيه حتى اللاعب هنا حب يقول ما كانش حتى وي كان تلامس مع الكره، وانا ماشي نشوف تلامس مع الكره من مدافعين حتى ولا هذاك الشيء، اللاعب طلب المخالفه وانا ما شفناش لمسه يد. اعطي لي في جمله ماذا حدث؟ لا وجود لي ضربه جزاء. ايوه لان البعض يقول ان حلالشي يشرح كثير ومن بعد لما يكون خطا يعطيه لك بليونه فقط في نهايه المطاف، يعني السلس في النهايه أعطيها لنا بشكل واضح. نقول لا وجود لضرب الجزاء. لا إذا تفعلوا مع مشاهدينا ليتقدونا ويعطونا الذكرى يروح النتيجة. يحبوا النتيجة النهائية. احنا قلنا ما كانش ضرب الجزاء ولو كما واش قلت احنا رانا نشرحوا النتيجة. مؤثرة جدا مؤثرة جدا. نشرحوا ونقولوا لأنه ما كانش. كانت في لقطة أخرى. جايين بها. نعم جايين به ولكن ضربة جزاء مؤثرة. نعم مؤثرة هاي صراحة تكلموا على التأثير بالنسبة للفريق، يعود من بعيد يريد أن يصعد ويخسر بالطريقة، مثل ما قلنا أيضا أنه خسارة جمعية شلف في العلمة كانت بأخطاء تحكيمية مؤثرة. نقولها اليوم أيضا بالنسبة لاتحاد عنابة حتى نكون أيضا حياديين منصفين أيضا للنوادي، لأن أنصارهم يعيشوا بأعصابهم في مرحلة العودة. في ضربة جزاء طلب بها فريق اتحاد عنابة هكذا رضوان، نشاهد الصورة هل في ضربة جزاء هنا أم لا؟ شي ظاهر أن الكرة لمست صدر مدافع جمعية شلف، هنا القرار صائب من الحاكم، لا وجود لضربة جزاء، لا وجود لضربة جزاء. إذا الأمور واضحة، هذا ما لدينا من صور خاصة بالمحترف الثاني. لازلت هناك صور اتحاد بالسكرة ورائد القبة، إن شاء الله تشاهدونها غدا في برنامج استوديو المحترفين. إلى المحترف الأول موبيليس بعد الفاصل. صور المحترف الأول نبدأها من سطيف، أين كنا ننتظر واحدة من المباريات الجميلة والمثيرة والهامة بالنسبة للوفاق الذي يريد أن يتجاوز الفترة الصعبة اللي يمر بها، وأنا العين مليلة الذي يريد طبعا الابتعاد عن منطقة الخطر، ولكن المباراة لم تلعب بسبب الأحوال الجوية. زميلنا محمد جمال، لا أدري رضوان أعتقد موجودة الصور،
تفضل ان نبدا بالمديه، يلا صور التي وصلتنا من المديه مع زميلنا العائد من هناك منذ لحظات، محمد طوزالين اولمبي المديه فاز على اتحاد بلعباس، نشاهد سويا تقرير محمد طوزالين. حتمية الفوز اجبرت عناصر الاولمبي للضغط على دفاع اتحاد بلعباس مبكرا عندما بعد الحارس خضيرية تسديدة جوي في الدقيقة السادسة. محاولة حفزت قائد الفريق عدادي قصد الوصول إلى مرمى خضيرية الذي تصدى بنجاح للكرة الساخنة من عدادي. في الدقيقة 11 انتعاش هجومي مكن باعوش سفيان من مباغتة الحارس خضيرية مسجلا الهدف الأول لأولمبي المدية. هدف جاء بعد عمل جماعي قاده الثنائي جاي وسامر. ثلاث دقائق بعد ذلك عدادي جرب حظه بهذه التسديدة القوية التي وجدت الحارس العباسي أبعدها للركنية لتنتهي المرحلة الأولى بفوز أولمبي المدية بهدف لصفر. باعوش سفيان في الدقيقة 71 كاد أن يضاعف النتيجة لولا وجود خضيرية في المكان المناسب. خمس دقائق بعد ذلك البديل بيرالام يعرقل داخل منطقة العمليات، الحكم عوينا دون تردد منح ضربة جزاء في الدقيقة 75 لأولمبي المدية نفذها بنجاح نفس اللاعب مسجلا ثاني أهداف المباراة لصالح أولمبي المدية الذي ضيع فرصة سانحة لإضافة هدف ثالث بواسطة باعوش الهواري. الدفاع العباسي من على فوق الخط أبعد الكرة، كان ذلك في الدقيقة 86 لينتهي اللقاء بفوز أولمبي المدية على اتحاد بلعباس بهدفين لصفر. نشكر يعني الأنصار تاع المدية اللي كانوا يعني رياضيين إلى أبعد حدود، وإحنا ينتظرنا عمل كبير وان شاء الله الان يعني نفكروا في مقابل القافله يعني القادمه ضد شباب القبائل ان شاء الله في بلعباس. يعني انهزمنا بصراحه يعني، ويعني تحيه كبيره يعني للحكام تاع المقابله رباعي الحكام اللي ادوا مقابله كبيره يعطيهم الصحه، وان شاء الله يعني نعوضوا هذه الخساره يعني يعني بفوز ان شاء الله ضد شباب القبائل في المقابله المقبله ان شاء الله. اسره النادي كلها كانت تبحث على الثلاث نقاط خاصه في بدايه المرحله الثانيه، مهم جدا من الجانب المعنوي لتسجيل انطلاقه قويه في بدايه، وهذا الشيء اللي حققناه. نظن الاولاد ادوا ما عليهم مباراه في المستوى من بدايتها لنهايتها، مع نسجلوا انه واجهنا فريق منظم فريق لا يستهان به، ولكن الحمد لله ثلاث نقاط مهمة اللي تخدمنا في قادم الجولات. طبعا فوز مهم لأولمبي المدية مصطفى بخطوة ثابتة يبتعد عن كوكبة أصحاب 18 نقطة من بين المستفيدين في هذه الجولة، والفوز لم يكن سهلا فوق أرضية صعبة بعد تساقط الأمطار والثلوج أمام فريق اتحاد بلعباس القوي. صحيح كريم، فريق أولمبي المدية ب 21 نقطة، ولو نحتسب ست مباريات الأخيرة يلعبها أولمبي المدية إلا خسارة واحدة في الصيف، يعني الفريق في أحسن عفوا في أحسن ظروف. لمسة الروابح فيها لمسة الروابح. صحيح، لمسة الروابح واضحة، حتى الفريق يعني خدا الثقة، والمدرب كذلك عرف كيفاش يرجع الثقة لبعض اللاعبين، خاصة اللاعبين اللي عندهم تجربة على غير العدادي سامر وغيرهم. نظن انه الفريق يعني يمشي بخطى ثابته لتحقيق البقاء صراحه. حتى اتحاد بلعباس اللي كنا ننتظر رده فعل وتاكيد نتيجه الصيف بعدما فاز بثنائيه، نظن انه اللعاب اليوم امام فريق كان اكثر اراده واكثر عزيمه واكثر اصرار بفوز للفوز بالنقاط. مشكلته بدنيه بلعباس، لعب مباريات برتم عالي مع اتحاد العاصمه مع وفاق سطيف مع ارضيه صعبه مثل هذه، صعب جدا من ناحية البدن. دون تقليل من قيمة طبعا أولمبي المدية اللي حققها الانتصار. هي صراحة الأرضية صعبة، أنا بالنسبة لي الفريق اللي يستقبل لأنه هو اللي يدير اللعب. ولكن بدنيا راك منهك يا حقيقة يا نور، فريق ماهوش يدرب بغيابة بالجملة. راني جاي نقول لك على بالي باللي صح، يعني لما تشوف الفريق فاز على وفاق سطيف
وبالمشاكل وعده لاعبين اللي غادروا وكان عده لاعبين اللي رجعوا. حقيقه كاين مشاكل في هذا الفريق خاصه كما تكلمت من الناحيه البدنيه، لكن الانهزام تاعو اليوم شفنا ارضيه ميدان كان بامكان ارضيه ميدان تخرج على فريق اتحاد بالعباس لانه تصعب على اولمبيان ديال اللي راح يدافع هو اللي يدافع لانه يدافع يلعب بالهجمات لانه حتى اذا كنت ما تدربش وتلعب لي ثلاث مستوى ثلاث مباريات متتاليه في مستوى العالم. في البطوله الجزائريه حتى حاجه ماشي نقول لك باللي كره القدم الجزائريه والبطوله الجزائريه ما فيهاش لا لوجيك، يعني حقيقه قادر ما تدربش وتمشي تلعب في جوله ولا في مباراه ودير لنا نتائج مره واحده هذه لا مره اثنين. لكن انا نقول لك باللي اتحاد بالعباس فوت فرصه اليوم بامكانه كان يجيب نتيجه ايجابيه رغم انه اولمبيان دي صراحه الجولات الاخيره تحسن خاصه داخل ديار اللي الفريق هذا راه يسجل ويفوز. قناعتي أن اتحاد بالعباس لما تهدأ الامور وتعود الامور الى مجرياتها ويدرب الفريق بطريقه طبيعيه لا احد بامكانه ايقاف هذا الفريق. لا صحيح كريم، انا مقتنع بهذه الفكره. لا صح كريم، صراحه انت تعرف كره القدم وراك متتبع كما احنا رانا نتبعوا. اتحاد بالعباس مر بعده فترات خاصه الفتره الاخيره اللي راهو يمر بها. انا اعتقد الفريق الاحسن الاكثر القابا في العام الاخير خدا كاس الجمهوريه وخدا كاس السوبر. كان من المفروض أن الفريق يعني يمشي للعب أدوار أخرى، يعني يتقدم إلى الأدوار الأخرى. نظن أنه كان قادر كذلك يمشي إلى أبعد حد في المنافسة الإفريقية، لكن ظروفه ما سمحتلوش، خاصة الظروف المالية، لاعبين من كوادر الفريق غادروا الفريق. لكن نظن أنه اتحاد بالعباس كذلك عنده خزان من الشبان قادرين أنه يعودوا في المنافسة. بينهم مترف موهبة صعبة. لا حقيقة كاين مترف، كاين عبد اللي يعني المدافع الايمن، لاعبين شبان، كاين هذاك مصمودي اللي راهو برز يعني خاصة في المحور، لاعبين اللي لاباس بهم. انا نشاطرك في الطرح، تكلمنا على هذا الفريق اللي هذا الفريق نورمالمون يلعب غير على الادوار الاولى بالكاليتي تاع اللاعبين اللي عندهم، يعني فريق عنده امكانيات كبيرة. نظن نحلوا المشاكل هذول الايام، لاعبين استلموا الاموال، ممكن راح نشوفوا فريق اتحاد بالعباس يضمن البقاء ويعني ويصحح الاخطاء اللي دارهم في المرحله التذهب. يلا، ضربه الجزاء ايضا موجوده في هذه المباراه، كانت هناك ضربه جزاء لاولمبيان ميدية هكذا سعد الرزاق. نعم، حلال شيء في نوع من الضباب ولكن بامكاننا نشوف. نعم، الصوره نقدروا نشوفوا. يلا نشوفوها. هنا كان الاعتراض من مدافع، شفنا الاعتراض، اللاعب كان متجه نحو منطقه العمليات، دخل داخل منطقه العمليات، كان اعتراض من مدافع على شوف هنا هايلك هنا. طبعا هذه الزاويه الوحيده اللي في اللقطه الثانيه، في اللقطه الثانيه نعم هايلك هنا في اللقطه الثانيه كان اعتراض ما خلاش اللاعب يدخل يكمل في الاخر، حتى رده فعل اللاعبين كانت عاديه وكان ضربه جزاء رغم صعوبه الحاله اللي جرت فيها المباراه، لكن شفنا باللي الحكم السيد عوينه بمساعده كشيده وعوينه فواز ان شاء الله يكونوا داروا مباراه. لا يمكن ان نناقشك في هذا الحكم لانه مدرب اتحاد بالعباس قال ان التحكيم جيد وفريق خسر. نعم. هنا مانيش قادر نناقش. احنا شوف تحكيميا بلا نتكلموها بالعاميه بلا مزيدنا ان ندير مباريات في المستوى. هاد الشيء واش قال المدرب دليل على روح الرياضيات ديالو، لكن الحاكم كيكونوا اخطاء يعني يتقبلوا صراحه. دائما نتكلموا على الاخطاء المؤثره. نعم، اخطاء اللي ما تاثرش نقدروا نتكلموا عليها يعني نتناقشوا عليها. نعم، لكن نعم، الاخطاء المؤثره لكن يعني لكن هي جزء من اللعبه. لكن هي حتى اذا كانوا اخطاء مؤثره الحاكم يبقى شيء جزء من هذه اللعبه، جزء لا يتجزأ من هذه اللعبه، ما نقدروش نستغناو على حاكم في مباراه تاع كره قدم. هذا هو قانون اللعبه، هذا هو قانون اللعبه. لا وبرك كريم، يعني نحييو المدرب زوبه، يعني ما راناش نشاهدوها في المباريات الاخيره، المدرب لما ينهزم يعني يتكلم تقنيا على الفريق تاعو وخاصه انه يقول نشكر الحاكم اللي دار مباراه رغم الانهزام. شاهدنا يعني عده مدربين ما يتكلموش ويتكلموا كثير على الحكم اللي يعني يتكلموا تحكيميا اكثر من تقنيا على كيفاش جرت المباراه. وعلى سبيل المثال الاسبوع الماضي في مباراه نجم مقرى مع اتحاد الحراش، يعني نساو الناحيه التقنيه وتكلموا الا على الحكم. انا نحيي
هذا المدرب الشاب اللي رجع الفريق هذا وراه في النتائج يعني رجع مع فريق اتحاد بالعباس يعني يتكلم بطريقه احترافيه 100%. والان نذهب الى اين؟ الى ملعب او نوفمبر بتيزوزو والدربي القبائلي الذي جرى في اجواء استثنائيه بمناسبه يناير. الاجواء رغم المطر ورغم البرد القارس هناك، لانه الالاف من انصار شبيبه القبائل ومولوديه بجايه تنقلوا الى ملعب او نوفمبر من اجل ان يعيشوا دربي قبائلي مميز بأهداف متباينة. شبيبة القبائل من أجل تقليص الفارق إلى نقطة واحدة عن الرائد اتحاد العاصمة، بينما المواب من أجل الهروب من مؤخرة الترتيب. الأجواء كما تشاهدونها فريدة من نوعها فوق المدرجات، تعكس ثقافة وتاريخ وعلاقة أنصار شبيبة القبائل في التعامل مع المناسبات الكبيرة في انتظار عودتهم إلى المناسبات الإفريقية في قادم السنوات حتما، لأن مكانتهم الطبيعية هناك. الأجواء هي هكذا قبل بداية المباراة في دربي قبائل كما قلت، وثب بكل وعوده فوق المدرجات قبل البداية، والتركيز كبير عند أوتشي وفيستون وكذلك عند المستقدم الجديد بيسون الذي سيدخل في الشوط الثاني ويقدم وجه مميز. بوكو سائدا أعطى ضربة الانطلاق في هذه المباراة لشبيبة القبائل، وأول فرصة خطيرة كانت عن طريق المهاجم أوتشي، وجه لوجه يسدد ولكن الحارس طوال كان في المكان المناسب. أول كرة ساخنة من جانب فريق شبيبة القبائل. الشبيبة سيطرت على وسط الميدان وخلقت المزيد من الفرص، وهذه واحدة ولكنها كانت في الشباك. حمرون يتوغل يسدد ويسجل الهدف الأول لشبيبة القبائل. حمرون الذي سجل قبل ذلك هدفا جميلا في مرمى نصر حسين داي، منحت 3 نقاط للشبيبة أنذاك، اليوم أيضا يمنحها 3 نقاط في دربي غالي وصعب أمام المولودية الجوية. هكذا كانت التمريرة في العمق، هكذا توغل وهكذا سدد وهكذا كان الهدف الأول لشبيبة القبائل في المباراة. التمريرة من كانت؟ عبد النور، كانت من المستقدم الجديد فشيرة الذي قدم كرة حاسمة في هذه المباراة. الفرحة كالعادة العائلات موجودة فوق المدرجات، حضرت بقوة لمساندة الشبيبة. قلت رغم قساوة الطقس فرصة لقتل المباراة في الشوط الثاني، من ضيعها مصطفى؟ أوتشي مرة أخرى، هو الذي توغل هو الذي سدد ولكنها مرت جانبية. هاي الإعادة مرة أخرى، طريق مفتوح أمامه. الاختلالات لا زالت موجودة في دفاع مولودية بجاية، كم يصعب تدارك هذا الأمور في مرحلة العودة. تردد نوعا ما، فضل البحث عن الزاوية البعيدة ولكن الكرة مرت جانبية. بعد ذلك أوتشي يسدد، والحارس طوال غضب كثير على دفاعه بسبب المساحات التي كانت موجودة في وسط دفاع المولودية البجوية. بوخنشوش كاد أن يقلب الموازين في الشوط الثاني، ولكن صالحي كان كالعادة صمام الأمان بالنسبة لدفاع الشبيبة. الشبيبة التي كادت أن تضيف هذا الهدف الثاني، ولكن استماتة الحارس طوال بقت في المرحلة الثانية من هذه المباراة. والدربي الذي كان مثيرا كان شيقا، حمل الكثير من السسبنس، ومعركة تكتيكية كبيرة بين دوما وبين ماضوي. ضغط هنا أوتشي، حاول أن يضيف الثاني، راوغ الحارس، ولكن عودة الدفاع في نهاية المطاف أنقذت الموب من الهدف الثاني. الموب التي طالبت بعد ذلك بمخالفة سنتحدث عنها مع خبيرنا عبد الرزاق حللشي بعد لحظات. هل كان هناك ضربة جزاء أم لا؟ هاي الصورة وهاي الإعادة للقطة ودخول المهاجم بيسو الذي أعطى إضافة لهجوم فريق الموب في الشوط الثاني. الشبيبة حاولت في اللحظات الأخيرة من المباراة، كان بإمكانها أن تضيف الهدف الثاني، ولكن الأهم في كل هذا بالنسبة لشبيبة القبائل هو أنها تحقق ثاني انتصار لها على التوالي، تكسب الرهان في ديربي كم كان صعبا، خاصة بعد دخول بيسون الذي أسال العرق البارد لصالحي ولأنصار شبيبة القبائل في الشوط الثاني من المباراة. وهنا أيضا المطالبة بخطأ
والمطالبة بضربة جزاء في منطقة العمليات، وفرصة ضاعت على المولودية الجوية في ديربي كما قلت مثيرا شيقا. الشبيبة عرفت كيف تفوز بثلاث نقاط، عرفت كيف تقلص الفارق عن اتحاد العاصمة إلى نقطة، ومستقدم آخر بالغربي فوت على نفسه فرصة إضافة هدف ثاني والدخول من الباب الواسع طبعا في هذه المباراة. قدمت له الكرة على طبق ضيعة، ولكن شبيبة القبائل لم تضيع الثلاث نقاط وحققت فوزا مهما جدا عبدالنور. فوزا ثمينا يعني للشبيبة. شاهدنا الفريق يعني تخلى المنافسة في الدور مرحلة العودة بقوة، فوزوا في الصورة. اليوم شاهدنا لعب ديربي ما كانش سهل، لعب على جزئية صغيرة، شاهدنا أنه سجل في بداية المباراة لكن بقى حاضر مركز ما قبلش هاد أهداف. نظن أعتقد أنه رجعت شخصية تاع الفريق شبيبة القبائل، يعني ما لازملكش زوج أو ثلاث أهداف باش تفوز بمباراة، يعني هدف بقات المنظومة الدفاعية، فريق اللي هاجم كثير، لعب كما أوتشي صراحة لاعب افريقي ممتاز، يعني تشوف كم التسديده كم الهجمه كم، يعني اليوم تحس باللي ما فيش فعاليه كثيره حقيقه ما كاش، لكن شوف انا كريم الدفاع تاع مولوديه بيجيه اليوم تحس باللي سوفره مع اللاعب هذا، يعني يجرى في كل الاخر ولكن ماهوش مستقر في ادائه، حتى اداره الفريق فكرت في فتره. انا هذا هو السؤال، انني حاير كيفاش الاداره فكرت انه تسرح هذا اللاعب، هذا اللاعب يجي الاهداف يجو غير ما تخافش كريم بالمباراه، لكن لو فوليوم دو جو تاعو يعني ال 90 دقيقه اللي يلعبها شحال سدد من التسديده، شحال من مشى في الفريق. الاداء مهم يا بنور، انا نتكلم لك على المباراه تاع اليوم، وشفناه في عده مباريات، دار مباراه لاباس بها، ممكن جازا كوتي في مباراه واحده او اثنين، لكن من احسن المهاجمين تاع شبيبه القبائل هذا الموسم بحاجه الى ان يؤكد اوتشي. لا اكيد يعني مثل شبيبه القبائل مثل فيستون، لانه مسؤوليتهم الان كبيره في الفريق خاصه في المباريات الحاسمه مصطفى. صحيح، خاصه لما تستخدم لاعبين يعني عندهم امكانيات وتنتظر منهم كثير، لاعبين افريقيين خاصه المهاجمين على الاقل في مرحله الذهاب يسجلوا لك عده اهداف، لكن انتقد انه اداره الفريق في بعض الفترات من المنافسه فكرت او في الميركاتو هذا فكرت انه تسرح اللاعب اوتشي، لكن في اخر المطاف اختارت انه تبقي على اللاعب خاصه بعد تسجيله لهدف في الثوره. لكن اسمح لي تفضل. انا كيفاش نخمم في لاعب يسرح الاداره ومن بعد في المباراه تاع الثوره يدخل اساسي واليوم يدخل اساسي، اللي يفكر في تسريح اللاعب ممكن يكون على بنك الاحتياط ما يكونش اساسي، وكما تكلمت كمصطفى انه سجل في الثوره واليوم دار اداء ممتاز، لكن نقول نتكلم على المردود الجماعي كريم. انا ما نتكلمش على الا لاعب واحد، لانه اللاعب الهداف هذا يعني اللاعب في المنظومه الهجوميه. لو نشوفوا النتائج الاخيره تاع شبيبه القبائل، ولا تتذكر كريم لما سالتني في الحصه اللي حضرت فيها هنايا، سالتني على شبيبه القبائل واربع خسارات متتاليه باحتساب الكاس، قلت لك انه شبيبه القبائل صحيح انه تمر بفتره صعبه، واي نادي في العالم يمر بفتره فراغ، لكن شبيبة القبائل عندها إمكانيات أنه تعود. واليوم يلا نكون معك، شبيبة القبائل أكدت على أنها فريق كبير محترم عنده كلمته هذا الموسم. هذه كبير ومحترم فرغ منها طبيعي. هل شبيبة القبائل قادر على الفوز باللقب هذا الموسم؟ نعم قادرة. قادرة رغم قادرة كريم قادرة قادرة لماذا كريم؟ كريم كمل مصطفى وخلي انا شفت يعني برر لي اعطيه لله. شفت الامبيونس اللي داخل الفريق، يعني كاين جو حميمي داخل الفريق، لاعبين قدامى كاروف راحوا، المدرب فرانك ديما اللي قدم اللمسه تاعو، المحضر بدني من طراز العالي، اداره متكونه من اداريين لاباس بهم، منظومه دفاعيه من بين احسن دفاع، نتكلم من الناحيه الفنيه احسن دفاع في البطوله، بالرغم من انه الفريق تغير بصفه كبيره، لكن نظن انه لو نتكلم على شبيبه القبائل الموسم الماضي والموسم هذا نقول انه شبيبه القبائل يعني فريق محترم ويقدر يلعب على اللقب. شبان يحتملوا الضغط؟
يحتملوا الضغط. نقول لك باللي راهو داير ضغط على الـ على الـ على الرائد، ومن احسن الفرق من ناحيه نوعيه اللعب، من احسن الفرق اللي تلعب على ارضيه ميدانها اللي تضغط على الفريق. شاهدنا انه عنده فلسفه ديما منذ بدايه الموسم ببناء اللعب، شفنا في عده يعني لقطات كل اللاعبين لمسوا الكره. يعني هذا انا نقول لك شبيبه القبائل باللي عندها يعني نسبة كبيرة أنه تلعب على اللقب، ما كان لا ضغط لا والو، الثقة رجعت بهذو الانتصارات. ونزيد غير برك مثل ذلك عبد النور، ما عندهم حتى خير، عندهم إلى البطولة، وزيد مقصوب الكأس الجمهورية بقات لهم إلى الاستخدامات الغربي وبن شعيرة. الغربي وبن شعيرة ممكن يعطوا إضافة. نعاود نحل قوس، نرجع لك على صح حقيقة على أوتشي اللي ما سجلش الاهداف. نهضروا ان المهاجم حقيقه لازم يسجل الاهداف، وراني معاك انه المهاجم في الكره الحديثه انه من يعني لما تخلص الموسم انه لازم يكون من 12 هدف الى 18 هدف. حقيقه مازال ما سجلش، لكن في نهايه الموسم نهضروا على هذا اللاعب. تغطرنا على حمراء هدفين ست نقاط. ايه صح، انا نقدر نتكلم على المهاجم بهذه الطريقه. هدفين ست نقاط، هدف في مرمى النصريه يعني ثلاث نقاط، وما هذا المباراه يعني تاعي. شوف انا بالنسبه لي فريق متكامل شبيبه القبائل، والافريقيين كما كل اللاعبين اللي عندهم مستوى ويفيدوا كثير الفريق. اليوم اذا كانت تمغر هنقرانت هكذا في ملعب نوفمبر بيتي زوزو، ولكن من جانب الشبيبه من جانب المولوديه الجويه مؤسف جدا ما يحدث للفريق، حتى نشعر بان الفريق يريد ان يقف على رجليه، ولكن فيه الكثير من النقائص، وكانه يدفع ثمن بدايه الموسم، الاختيارات التي لم تكن ابدا موفقه، والتحضيرات التي لم تكن في المستوى. كيف اقول، مضوي تلقى هديه مسمومه، يصح هذا التعبير؟ لا اكيد نقدر نقول انه المدرب والطاقم الفني على راسه المضوي وجد يعني حاله لازم يتعامل معها، شو الظرف لازم يتعامل معه، حتى بالرغم من انه وصل بمرحله الميركاتو، وفي مرحله الميركاتو انتدب يعني لاعبين نعتبرهم مميزين، فهم بوعزه، بوخنشوش وغيرهم، يقدموا الاضافه. علي قشي، علي قشي كذلك المدافع المحوري، لكن لو نشوف الاهداف اللي تلقاها مولوديه بجايه يعني صراحه كريم اهداف بدائيه. شفت الهدف اللي تلقاه كرة هوائية، المدافع يخزر في الكرة ثم يعطيه ظهره للكرة، وحتى يعني الدفاع الخط ما كانش في المستوى، شفنا الدفاع اللاعبين المدافعين المتقدمين، والمدافع الأخير وراء حمرون، ثم حمرون يجي من الخلف ويأخذ الكرة ويسجل على الهدف، يعني أشياء بدائية. نظن أنه مضوي من ناحية الدفاعية، من ناحية المنظومة الدفاعية عنده عمل كبير. الآن ب 19 نقطة وراء فرق باربع فرق ب 18 نقطه، الخطا غير مسموح له مستقبلا. اكيد على الاقل يعني مباراه اللي لعبها داخل ديار. اكيد يعني الفريق اللي ماهوش يفوز داخل ديار، فريق اللي راه ينهزم. نظن مع الاستخدامات اللي عملهم الفريق مولوديه بجايه هذا يعني في مرحله الماركاتو، كعلي قشي ممكن في المحور، فهم بوعزه في تنشيط اللعب، بيسون اللاعب اللي كان في الملعب التونسي، وحتى بوخنشوش ممكن الفريق نشوفه يكون توازن. ولازم كريم انه المدرب مادوي يبقى يعمل في الفريق هذا، لانه ممكن جدا انه مدير بجايه تضمن البقاء والاستقرار في الطاقم الفني، شيء لازم يكون في مدير بجايه. تحكيميه في هذه المباراه كان في حالتين تحكيميتين، بلال ورضوان، نبدا من الاولى طبعا، حالتين لفريق مولوديه بجايه. هاي الحاله الاولى يا سي عبد الرزاق، ماذا حدث في هذه الكره؟ تشاهدها من كل الزوايا وبعد ذلك تحكم. هنا نشوفوا كان المهاجم منطلق نحو شوف هنا ماناش نشوفوا حقيقه، ماناش نشوفوا الحاجه اللي، لكن تبين باللي هنا خاطر اللاعب كان مستحوذ على الكره، وتبين باللي كان خطا، حتى واذا احنا ما شفناش خطا كبير، لكن هناك خطا، كان على الحاكم ان يعلن على خطا خارج منطقه العمليات لصالح مولوديه بجايه. كان على الحاكم ان يعلن على خطا ليس داخل المنطقه، شفناها كانت واضحه انها الخطا كان خارج منطقه لم يعلن عن مخالفه، لم يعلن على مخالفه صحيحه بجايه على خط المرمى.
على لا 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 ولا ولا كان على خط المرمى يحب يقول ضربة جزاء راقبني بدقه انا ربما من خط المرمى يقدر شوف التحكيم في التحكيم سي كريم يقدر يكون عندنا تقدير مختلف احنا كاخصائيين في التحكيم نقولوا اخصائيين في التحكيم القرص هذا لكن ما عندناش حق ندخلوا في قوانين اللعبه قوانين اللعبه واضحين نصف القرص خاطئ خارج على منطقه العمل لماذا يوضع يوضع دقة حكاية كبيرة راح يوضع لازم نقدر نديروا اليوم انتم في شوف النصف القرص هو من ضربة النقطة ضربة الجزاء من نهاية القرص 9 أمتار و50 هو راه كما نقولوا احنا لو روبر من نقطة الحاكم نقطة العمليات نقطة ضربة الجزاء على هذاك المسافة 9 أمتار و50 اللي لازم على اللاعبين أن يحترموها. لا حتى رضوان مخرجنا مازال ما فهمش يقول لك مادام سقط في تلك المنطقة يعني ضربة جزاء، لماذا سألتك عن القوس؟ لأن البعض المناصرين يخطئون لما يسقط اللاعب داخل تلك المنطقة يقول لك ضربة جزاء وهو لا يعرف بأنه يجب أن يكون على الخط تماما. لذلك طرحت لك لكن سؤال. لكن لا شفنا احنا مخالفات كثر كانوا في داخل نصف القوس. الكرة القدم ما راهيش حديثة ماهيش جديدة جديدة لكن ضغط المباريات يخلي حتى اللاعب ما نقدر نقولوا بالك كاين خلط بين اللاعب كيطيح داخل منطقة العمليات ولا كيطيح في نصف القرص كيطيح ولا كانت المخالفة ارتكبت الخارج وسقط داخل المنطقة نشوف احنا المخالفة وين ارتكبت لكن كان حالة ثانية في استمرارية ارتكاب الخطأ وإذا كانت استمرارية في ارتكاب الخطأ من خارج منطقة العمليات إلى داخل منطقة العمليات هنا نقولوا بلي هناك ضربة كان مسك في القميص يبقى المهاجم متمسك حتى يسقط داخل المنطقة هناك الحيلة نتاع اللاعب باش يتحصل على ضربة جزاء اتفقنا في لقطة أخرى لمولودية بجاية هل هناك ضربة جزاء أم لا سقوط البديل هذا اللاعب المهاجم القادم من الملعب التونسي واعد هنا شوف كي كان اللاعب متوغل بين لاعبين بين مدافعين هنا شوف الاحتكاك راح يكون حتما راح يكون احتكاك لكن باش نقولوا باللي هنا شوفوا اللاعب باش نشوفوا اللاعب الثاني شوفوا اللاعب الثاني اللاعب كان سقط وشفنا رجل خاش دوق بالك الناس يشوفوا رجل تاع المدافع الثاني نقدروا نقولوا باللي راه كان اعتراض لكن اللاعب المهاجم تاع المولودية كان سقط وشفنا رجل تاع المدافع تاع شبيبه والاحتكاك قدر يكون احتكاك عادي لان اللاعب اراد ان يتوغل ويبحث عن استحواذ الكره ما كانش مستحوذ على الكره ودخل بين لاعبين كما نقولوا احنا الساندويتش يكون احتكاك يقدر يكون يعني احتكاك هنا نقولوا باللي لا وجود لضرب الجزاء في هذه اللقطه اتفقنا في هذه اللقطه كناش على الحكم السيد بوكواس الحكم الدولي بوكواس لطفي اليوم خاطرش عندنا حكمين دوليين بوكواس لطفي وبوكواس الياس هذه ان شاء الله تكون بالك تكون اولى في التاريخ انه حكمين اخوين في قائمه الحكام الدوليين هدف هذا الحكم بوكواس لطفي بمساعده الحكم الدولي بنو نبيل مساعد ثاني عزلي محمد وما نساوش الحكم الرابع السيد بن واضح وغربال مرشح نعم مرشح اللي في القائمه الاوليه في الترابوس القادمه لمونديال قطر بحول الله في 2022 نزيد لك اضافه اليوم باش تشوف الحكام تاعنا مطلوبين حتى في الاتحاد العربي في الاسبوع اللي فات كانوا حكمين كانت مجموعه حكام انطلقت بها البطوله العربيه للانديه في الاسبوع الفارط كما نقولوا احنا داروا تربص ونقصوا من تركيبة تاع الحكام وكانوا احنا الجزائر ممثلة بحكمين السيد غربال والسيد بالبراهم انهم يكملوا المشوار تاع البطولة العربية للأندية وكان معهم التقني للكاف السيد كريا سمير كان حاضر في الملتقى في السعودية هذا شوفوا باش نتكلموا على الحكام حتى على المستوى الدولي
راهم ماخذين بعين الاعتبار الكاف ولا الاتحاد العربي اخذ الحكام تاعنا ب واش حاجه لمساعده عبد المر صباح تقول لي حاب نتكلم على التحكيم موش محتاج موش بحاجه تمام المساعده انت عملت عليه الضغط تاع مرحله العوده يعني راهو موزد روحو من كل النواحي وسي مصطفى مازا عين هنا وعين على السياسي ايضا المباراة كيف انتهت نقطة ثمينة النادي الإفريقي ضيع ضربة جزاء في الثلاث دقائق الأخيرة كنا أعتقد الشباب قسنطينة وقيلة هو اللي سجل الهدف مازال ما عنديش الشباب قسنطينة متفوق بهدف مقابل صفر أكد لنا رضوان لو تنتكم تبقى من الوقت رضوان بالنسبة للمباراة طبعا لو تبقى النتيجة على حالها ستكون إيجابية والبداية قوية للسياسي سنتحدث عن السياسي ريثما تنتهي المباراة وطبعا هناك مباراة لم تلعب اليوم خاصة بوفاق سطيف أمام أمل عين ليلى نشاهد الصور وأسباب عدم إجراء هذه المباراة مع زميلنا محمد جمال ها؟ المباراة التي كان من المفروض أن تلعب وتجري بين وفاق سطيف وضيفه جمعية الميلا في ديربي الشرق ولكن بسبب ظروف قاهرة جوية قاهرة كما نشاهد اليوم هناك صعوبة ربما لإجراء هذه المباراة والقرار بيد الحكم السيد بصيري الذي عاين الملعب منذ قليل لمرتين المرة الأولى وكذلك المرة الثانية هو صاحب القرار وسنستجوب السيد بصيري لنعرف حقيقة القرار الأخير هل ستلعب المباراة أم لا السيد بصيري مساء الخير وأهلا بك الله يسلمك مرحبا بكم بوم بعد المعاينة أرضية الميدان ونظرا لتهاطل الكثيف للثلوج قررنا نهائيا ورسميا عدم إجراء المقابلة من جهة الحفاظ على أبو اللاعبين وشكرا طيب ما هو القانون في هذا الإطار في هذه النقطة بالذات السيد بصيري ممكن لنا أن تشرح هي أرضية الميدان الخطوط غير واضحة من جهة ومن جهة أخرى والشيء المهم هو الحفاظ على اللعب واللاعبين سلامة اللاعبين أهم شيء في هذه المباراة نلاحظ أن أرضية الميدان مغطاة كلية بالثلوج لذا استحال علينا إجراء المقابلة بصيري اختصر كل شيء حمايه اللاعبين هو الاولى في هذا النوع من المباراه نعم حقيقه هذا شيء عامل من العوامل انه الحكم ياخذ بعين الاعتبار على سلامه اللاعبين هذا شيء طبيعي اليوم اجراء مباراه او من عدم اجرائها من مسؤوليه الحكم مسؤوليه الحكم هناك نقاط كثر من بينها عندما يكون الملعب صالح ل مباراة في كرة القدم أم لا هنا يولي الشيء يولي الحاكم والسيد بصيري والطاقم تاعو راهم بدراية دراية شاملة وقاعدية على قوانين اللعبة خذا القرار قرار صائب عن عدم إجراء هذه المباراة لأنها كما شفناها الأرضية مغطاة بالثلوج وما يخفاش باللي هناك خطوط ومناطق في المستطيل الأخضر كلها عندها أهمية وشفنا باللي حتى الثلج كان مازال يتساقط لأن وكانوا عرفنا باللي الناس دارت مجهودات وين حبت باش تبين الخطوط اللي لكن قرار قرار صائب. من الحكام اتفقنا السعد نزق على شيء مصطفى مازال بفاق سطيفي ضجة كبيرة في المدة الأخيرة وكلام 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 وكأن الفريق على ثوة في بركان وانفجار أمر غير عادي لفريق وصل منذ فترة قصيرة لنصف نهائي كأس رابطة أبطال إفريقيا فريق متعود على الألقاب في المدة الأخيرة تخرج كل هذه المشاكل تجد جحنيط ما يحدث له أمر غير مؤسف له آخر معلومة تقول بأنه باقي في الوثاق جابه يقوم بتصريح عبر موقعه الرسمي على الانستغرام ويقول بأنه الأمور غير عادي وفي أشخاص يستهدف استقرار الفريق أمر غير عادي لفريق مفخرة ليس سطيف فقط بل مفخرة الجزائر ككل كريم الله في بعض الأحيان أنا نتساءل ونحير لو نشوفوا ترتيب الوفاق في البوديوم
وكأنه الوفاق يلعب على السقوط فجأة. أنا شيء غير مفهوم، لماذا الضجة هذه كل شيء على الوفاق؟ صحيح أنه ظروفه من ناحية موجودة بالنسبة لكل فرق، من ناحية المالية صحيح أنه مثله مثل عدة نوادي راهو يعاني من ناحية المالية وعدة لاعبين بلك ما راهمش يعني يخلصوا في الأجرة تاعهم، لكن نظن من حيث النتائج الفريق مستقر وما كاش كلام اللي نقدر نقوله على الوفاق. الوفاق متعود أنه يلعب على الألقاب صحيح، ضيع نقاط في ملعبه، خسارة الأخيرة في بلعباس من دون شك أثرت على المجموعة، أثرت على الجماهير، أثرت على المتتبعين للوفاق. لكن نظل لو نشوف الوفاق وترتيبه نقول أن الوفاق في يعني في البوديوم وما كاش يعني كلام نقدر نقوله على الفريق. نظل أنه كذلك في بعض الأحيان كاين بعض الأشخاص ينتظروا إلا يعني الخسارة باش يطيحوا على الفريق، لكن الفريق اللي لعب نهائي كأس أبطال إفريقيا متأهل في كأس الجمهورية يلعب في البوديوم. أنا نظن يعني والله في بعض الأحيان تسأل كريم كما أنت راك تتسأل، البعض يقول لك ما نعيشوش على أمجاد كأس إفريقيا اللي فزنا عليها منذ 5 سنوات، لكن الموسم فقط سامحني يا كأس أبطال كريم عندها النهائي عنده البارح نهائي كأس أبطال إفريقيا 5 سنوات، يقول لك عندنا بزاف 5 سنوات يعني، ولكن السنائي أعتقد هذا الموسم فقط، هذا الموسم نصف نهائي هي نهضروا يعني يعني في المنطق أنه ما نبقاوش حقيقة الفريق المونديالي فاز بكأس إفريقيا لعب المونديال عنده 5 سنوات. لا لا نتكلم على نصف نهائي عبد النور، ماشي نتكلم نفس الشيء نفس الشيء، لازم نتكلموا أن هذا الفريق ما خافش منه. الوفاق عنده إدارة، عنده يعني تقاليد، ثقافة في هذا يجوز بالمرحلة هذه عندهم ثقافة يعرفوا يخرجوا من هذول الوضعيات من ناحية السلبية ولا من ناحية الإيجابية. نعرفوا أن الوفاق لما فاز بكأس إفريقيا كنا نتكلموا لازم بعد كأس إفريقيا الفريق راهو في السحاب، نعرفوا كيفاش يجوز البطولة، لكن عرف كيفاش يمشي ويجوز هذه المرحلة اللي كان فيها خير دير ماضي طبيعية هذه المرة. أنا لما تسمع جابو كيفاش يتكلم لما توصل بجحنيت أنه يقولك جابو يقول على جحنيت أنه اللعب مستهدف في الحصة التدريبية قبل بداية المباراة اللعب يشتم، أمر غير عادي بالنسبة لهذا اللعب اللي كتب اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الوفاق الصيفي، يجب نقوله بصراحة على أكرم جحنيت أكيد، وتكلمنا عليه كثير هذا اللاعب واللاعب اللي عنده وظلمنا إعلامين هذا اللاعب، هاو لعبنا كرة قدم هاو مصطفى لما تكون قديم في الفريق دائما تستهدف عبد النور في عمره 25 سنة لا بصح شحال عنده هو بكل شيء مع الوفاق لا مانيش نقول قديم من ناحية السن قديم في الوفاق راجل من لما بعد جابوه هو قائد الفريق نظن قديم في هذا الفريق ولكن ليس مبرر ليس لكن مبرر. شوف هنا ولا ثقافة لما تقدم في الفريق انه دائما يكون الأعين عليك لما ما تمشيش تولي مستهدف تكون مستهدف، لكن انا اقول باللي الوفاق يخرج من هذا يعرف يخرج ونظن ما عليه إلا المدرب الجديد اللي هو زكري بالطاقم الفني تاعو الإيطالي أنه يحسن المردود ويحسن النتائج وحتى الإدارة تسوي الأمور، لأن الوفاق عنده ثقافة وفريق كبير لهذه الأشياء هذو نظن. ونقول لك كريم أنه حتى الكلام على 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 المحيط في الانستغرام ولا في الـ في الـ في هذا أنا نظن ضد، كان بإمكاننا يا جابو أو الآخر يعني عمل ندوة صحفية كلام يوضحوا الأمور، حتى الرئيس حمار يوضح الأمور كثيرة، لأن لما تدير ندوة صحفية وتتكلم الحقيقة أنه كل الضغط هذاك راح ينزل والوفاق يرجع ماشي حتى مشكل. أمل أي ميلاد تنتشر نقطة العودة إلى ميدانه بدعم أنصاره مهمة صعبة في ضمن بقاء ولكن يملك كل شيء. لا أكيد نظن أنه في مرحلة صحيح أنه لعب كل مبارياته خارج ديار، لكن نظن انه بعودته في الميدان وكذلك بجمهوره واللاعبين وين يتدربوا وين عندهم المعالم، اعتقد انه امل عاملين يقدر يحقق الهدف تاعه، ولو انه مرحله صعبه يمر بها وسلسله النتائج السلبيه اكيد انه تاثر معنويا على اللاعبين على المجموعه على بعض اللاعبين اللي ما عندهم تجربه في الرابطه الاولى، لكن نظن بجمهوره من دون شك انه امل عاملين يقدر يحقق الهدف تاعه وهدف البقاء. مصطفى كلمه برك
راح يلعب في الملعب الجديد كلوبوف في المركب اللاعبين ما عندهمش المعالم اللاعب الفريق من العينين عنده سنين هو يلعب في دمان دبيه اليوم راح يرجع حقيقه راح يلعب على اقل لاعب اقل تنقلات لكن الملعب العشب العشب الطبيعي ممكن راح يوجد صعوبات في بدايه يلا هناك معلومه اهم المباراه تنتهي والسياسي كيف يبدا المنافسه يبداها بفوز احسن سيناريو احسن سيناريو دخول المنافسه بفوز واي فوز فوز خارج ديار تصور انه كريم انه فريق النادي الافريقي ضيع ضربه جزاء 7 دقائق قبل نهايه المباراه ثم الفريق اقحم قدور بن جلالي دخل قدور بن جلالي في الشوط الثاني وين الفريق سجل هدف في الدقائق الاخيره نظن انه احسن سيناريو فوز خارج ديار 3 نقاط خارج الديار تعطيك تخلط كل الحسابات لانه في هذه المجموعه قد تتاهل ب10 نقاط في بعض الاحيان ب9 نقاط 9 نقاط يعني بقات لك 6 نقاط قادر انك تتاهل يعني راح يكون انجاز كبير اللي تكلمنا في هذا المستوى بدايه دوري المجموعات المباريات الاولى راح تكون مفتاح للتاهل لدور الثمانيه شباب قسنطينة الفوز تاعو اليوم جد ايجابي وراح يعطيه ثقه الفريق مازال ما هزمش في كاس افريقيا شباب قسنطينة المدرب هذا الفوز السادس على التوالي فريق ماهوش يتقبل اهداف رغم كما تكلم مصطفى انه ثاني على التوالي خارج الضيار ثاني على التوالي الفريق اللي مازال ما انهزمش في كاس افريقيا والمدرب هذا مازال ما انهزمش والفريق اللي ماهوش يتقبل اهداف نظن الفريق هذا راهو في يعني تدريجيا رجع للمستوى نظن لو كان يعرف يسير المنافسه خاصه المباريات داخل الديار الان لازم يتفاوض في المباريات داخل الديار مشكلته داخل الديار اكيد لانه حتى في البطوله مصطفى اكيد يجد صعوبات لكن امام اتحاد العاصمه الرائد فانهزم بصعوبه في اللحظات الاخيره بعد ما كان متفوق الملاحق من هو شبيبه القبائل فاز عليه فريق شبيبه قسنطينة في تيزي وزو يعني خارج الديار فريق مقنع الى ابعد الحدود مشكلته في ملعب الشهيد الحملاوي في بناء اللعب هذا الشيء اللي قلت لك كريم لازم شباب قسنطينة يعرف يتفاوض في المباريات داخل الديار حقيقة أنه فريق لما يسافر ينقص عليه بعض من الضغط لكن نظن أنه اليوم شباب قسنطينة عليه أنه يعرف يسير المباريات داخل الديار وإن شاء الله يتأهل إلى الأدوار يعني بدعم أنصاره في ملعب الشهيد حملاوي حتما ستكون الأمور متميزة جدا لشباب قسنطينة ولما لا إنجاز آخر بالتوفيق أيضا لشبيبة الثورة هذا السبت ولنصرية في مباراة العودة ماذا تريد أن تقول عبد الرزاق؟ ذكرني يا سي عبد النور كي كان يتكلم على اللاعب جحنيط كان يقول لك قدام ومصطفى قال له 25 سنه حتى تحكيميا احنا الناس يتقلقوا على التركيبه تاع الحكام كيشوفوهم بزاف ويشوفوهم هما صغار اليوم عندنا حكام دوليين انا ما نتكلمش على روحنا كي كنا وكان مازال حكام اللي فاتوا العمر تاع ال 40 واليوم في ال 40 في التحكيم هو سن النضج حقيقه في التحكيم اليوم يشوفوا ميال ولا يشوفوا عاشور ولا يشوفوا بوسرا راهم يأديوا في مباريات لاباس بهم كاين حكام دوليين في عمرهم 32 سنه سأل عندهم 13 سنه تحكيم تقلقوا منهم يقول لك يشوفوهم غير هما نعم من حيث الالقاب اللاعب اكثر القابا في يعني مشكلتنا اللاعبين اللي يبداوا صغار بعد فتره شوفوا الكبار ربع افتح الان لما تشوفوا تقول خلاص لانه بدا 17 و18 لعب سنوات قريب 17 شافعي مثلا كم سنه مازالو صغير ولكن البعض يقول لك انا شافعي كبير ولكن السنوات اللي قضاها في اتحاد العاصمه نفس الشيء بالنسبه للحكام نشوفوا قلت لك غربالي ما عنده 33 سنه اليوم بوكواس 32 عرب 32 بالبراهه 32 هذا هو الوقت هذا هو يقولوا بسم الله هذا هو يلا خليهم يبدعون ويفجروا امكانياتهم يقللوا لنا باش ما يتخلطوش عليهم كيشوفوهم بزاف يدور لهم شغل كبار علاش يقللوا لنا شويه الاخطاء ونشوفوهم بزاف نتفقوا في هذا الاطار اذا المتعه ايضا كانت حاضره في ملعب 5 جويلية الاولمبي مولودية الجزائر بخطوات ثابته ينتفض خط هجومه ايضا يضرب بقوه امام دفاع تجنانت الذي اسقط الاسبوع الفارط اتحاد العاصمه سيناريو المباراه مع زميلنا عبد الرزاق رمضان في اجواء ماطره ومن دون جمهور استقبلت مولودية الجزائر دفاع تجنانت وعينها المواصله في ديناميكيه النتائج الايجابيه الضيف دفاع تجنانت قدم العاصمة من أجل نتيجة إيجابية فكان المبادر وأول المحاولات جاءت عن طريق الطيب الذي منح كرة على طبق لعطوش المنفرد بالحارس
لكن هذا الأخير يهدر فرصة فتح باب التسجيل. حدث ذلك بعد مضي 18 دقيقة لعب. كرة حركت عناصر المولودية فردت بقوة في الدقيقة 27 حين تمكن سويبع من بلوغ شباك الحارس مقرن بعد كرة ثلاثية متقنة بين بن عالجية وحدوش وسويبع، والمولودية تنهي المرحلة الأولى بالتفوق. مع بداية المرحلة الثانية بحث أشبال عمروش عن فرض سيطرتهم وتسجيل هدف الأمان، لكن سويبع لم يستغل جيدا فتحة بن عالجية. عماشي حاول الرد من الجهة المقابلة لكن تسديدة البديل آدم إزغوتي لم تكن متقنة. حشود عبد الرحمن حاول عن طريق الكرة الثابتة لكن كرته تجد مقران في التصدي. محاولات الدفاع تواصلت بغية تعديل النتيجة، لكن في كل مرة نقص التركيز والتوفيق غاب، عكس المولودية التي تمكنت من مضاعفة النتيجة هذه المرة بفضل حدوش زكريا في الدقيقة 61. هدفان للصفر نتيجة كان لها الوقع السلبي على تشكيلة اليمين بغرارة التي لم تستطع مجاراة رتم المولودية لتهز شباكها مرة ثالثة. حدث ذلك في الدقيقة 70 عن طريق عبد الرحمن بورديم. هدف التقليص لدفاع تجنان جاء قبل 5 دقائق عن نهاية المواجهة إثر كرة ثابتة نفذها دمان حمزة ووجهها بإحكام البديل ساي أنور. مرة أخرى دمان حاول بطريقة ذاتها لكن هذه المرة كرته جنبت القائم الأيسر للحارس شعال. وقبل دقيقة عن انتهاء الوقت الرسمي للمباراة سويبع يعود مرة أخرى ويزيد من متاعب دفاع تجنانت بإمضائه للهدف الرابع للمولودية التي أنهت اللقاء 4-1. والعلامة الكاملة للحكم بن براهم وطاقمه على الأداء المميز في هذه المواجهة. الأداء المميز لبن براهم على حساب سعد رزاق رمضان، ولكن أداء متميز لمولودية الجزائر التي تعود بقوة بالأداء هذه المرة وبالنتيجة البوديوم وقادرة تنافس أيضا على اللقب عظمى. يعني الفريق اللي يفوز بأربع أهداف ويفوز في عدة مباريات وظن في مباراة الكاس وظن مباراة بارادو اليوم يأكد يعني بالأداء والنتيجة 4-1 ضمن الفريق رجع للبوديوم. ممكن نشاهد المولودية عنده كلمته في مرحلة العودة، ومن الفريق اللي بداية نفس الشيء بالنسبة للشباب تقابل الانتدابات نوعية انتدابات وحتى ممكن الإضافة أكيد نظن اللاعبين اللي عندهم مستوى بالعلجية لاعب كما فريوي لاعبين في الهجوم اللي كانت يعني عندهم حس تهديفي حتى رجوع سويبا يعني الحس التهديفي في المباريات الأخيرة. الأمر أنه عمروش انتقده منذ ان انتقد عمروش الاصبح تكلمنا انه اللاعب لما يكون يصيب يعني الثقه ويصيب يعني لما يسجل مش لما يكون فيه ممكن هاو رجع اللاعب اللي راه يسجل راح يفيد كثير ويكون ممكن مع بن عالجيه وفريوي راح يوجد دائما امامه يعني دائما امام المرمى ويكون عنده ممكن يكون هدف البطوله. اظن المولوديه عندها كلمتها في هذا الموسم. مركز ثالث للمولوديه، المولوديه من الفرق اللي لما تكون في البوديوم صعب جدا انها تتنازل، خاصه انه النتائج في المولوديه لما تاتي يعني الالاف والالاف من انصار في المدرجات، يعني دعم جماهيري كبير، ويعني ديناميكيه النتائج اللي تخليه قادر على خلط كامل الحسابات في مرحله العوده. تكلمت على كلمه مهمه كريم هي ديناميكيه، ديناميكيه النتائج ايجابيه. تصور كريم انه منذ خساره اتحاد بالعباس في ملعب 5 جويلية المولوديه لم تذوق طعم الخساره، يعني في كل منافسات سواء كاس العرب، كاس الجمهوريه، حتى في البطوله. المباراه تاع اليوم اكدت على صحتها برباعيه كامله، هدفي سويبع من دون جمهور، مباراه من دون جمهور صعبه خاصه في ملعب 5 جويلية امام منافس ليلعب على البقاء طبعا. هذه شيء وفاز في الجوله السابقه على اتحاد العاصمه، على اتحاد العاصمه بهدف مقابل صفر. نظن انه لما تلعب امام فريق ليلعب على البقاء صعب انك تلعب امام فريق ليلعب على اللقب. نظن انه رباعيه تاع اليوم تاكد ان المولوديه في احسن احوالها خاصة من ناحية التهديفية، فريق اللي سجل 4 أهداف معنويا يكون مرتاح. المولودية اليوم راح تحضر لمباراة منعرج آخر اللي هو ديربي شباب الوزداد، نعرفوا حنا حالة شباب الوزداد اليوم كيفاش راهي، لكن نظن أنه المولودية نتكلم على المولودية اليوم في البوديوم يعني صراحة فريق اللي راهو في أحسن الظروف المعنوية وممكن جدا أنه ينافس على اللقب. لا وحتى كريم نشوفوا عدة لاعبين في مرحلة العودة
اليوم انتداب العمارة على الجهة اليسرى. نظن اليوم حدوش تقدم للأمام ونسجل شفناه أنه دار مباراة كبيرة على الجهة اليسرى وسجل هدف. ممكن هذو اللاعبين وبثراء البنك الاحتياط عنده الان اختيارات المدرب هذا هو عنده اختيار. الناس تكلمت كثير على عمروش انه المدرب يلعب دفاعي. نظن اليوم الفريق راهو يهاجم ويسجل. عمروش قال لك ما عنديش اللاعبين اللي يخلوني نلعب نزعه هجوميه. الان لما شفت اعداد الملوك لكن عنده اصبح عنده الكثير من الحلول. يصبح عنده مشكل في الـ في الـ في باش يدير التشكيله لانه عنده الاختيارات عنده يعني البدلاء. وكتلك عنده تراكم مباريات خاصة أنه يلعب الكأس ويلعب البطولة والفترة الزمنية كأس العربي صح. هنا الطاقم الفني يعني التورنوفر اللاعبين اللي عنده في عنده 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 مستوى. أنا نظن أن أي مدرب يتمنى يكون عنده هذا التشكيلة تعداد ثري جدا عبد النور بنفس الفريق وبنفس التعداد. ما نتكلمش عن اللاعبين المنتدبين مؤخرا فاز على النصر السعودي من بين احسن النوادي اللي في السعوديه. نظن انه مشكله المولوديه قبل هذه المباراه هذه مشكله الثقه. شفنا عوده السويبه لقد نعم رجعت الثقه مباراه امام اتلتيك بارادو لم تكن سهله ولكن الفريق عرف كيف يسير كان هذيك الشخصيه. وتكلم انه حتى الميركاتو يعني بن الجيه اللي لعب طيله مرحله الذهاب مع الشبيبه لعب العماره لعب طيله هذو اللاعبين واجدين يعطوا الاضافه في العوده. نقول ان المولوديه اليوم يعني والمدرب عمروش وصيفي انه عنده يعني الاختيارات ونقول باللي ثراء تاع التشكيله يكون هو اللي يصنع الفارق في مرحله العوده. دفاع تجننت مازال ب 17 نقطه الامور صعبه خاصه بعد رحيل افضل لاعبها المهاجم مهاجم. ما كانش هناك خيار بالنسبه لاداره تجننت من الناحيه الماليه. اي فريق في وضعيته يفعل ذلك ولكن الامور صعبه بالنسبه ليمين بغراره اللي ضمن البقاء هذا الموسم. كريم الله في بعض الاحيان ما نشاطكش في الفكره لماذا؟ لانه لازم كذلك النادي ولا رئيس الفريق يخمم على النادي تاعو. تقول لي انا ما كاش خيارات لازم تجيب اللاعب اللي يقدر يكون بالك في نفس المستوى كما لكن ربما كما ماديا ما كاش راح يستفيد منه من الصيف لو كان ما يبيعوش حاليا. معليش كريم لازم كذلك تشوف حاله النادي، النادي يعاني. ولكن اللاعب لما يحب يروح وما يلعبلكش بكامل الامكانيات. هذه في هذا الطرح اني معك. في هذا الطرح كريم. ذهنه يكون في مكان اخر. لا في هذا الطرح. ما راحش يقدر يلعب في البطوله الجزائريه مشى للخارج. معليش. انا متفق معه لكن اختلف معه في شيء. يقول لك اللاعب بيفكر في الاحتياط وعقله بعيد تخسر الماديا وتخسر في النية. هل النادي يقدر على الاقل يجيب في نفس المستوى اللاعب كما العريق؟ ما تقدرش حاليا في الميركاتو. هذا خلينا نقولوا انه صعب حال لو انه كان ربما اتفاق كان من افضل مثلا اتفاق مبدئي من الصيف يتبع شاطرك كريم نكمل معاه. انت تقدر تكون افضل مناجر في العالم في البطوله الجزائريه لا اعتقد لانه لا ضوابط ابدا موجوده في المانجمنت. ولكن هذا امر طبيعي انك تتفق نحتفل باللاعب لغايه نهايه الموسم حتى نهايه الموسم عندك اتفاق تبدا تمشي. ولكن في نوادينا حتى النوادي التونسيه الان وجدت السوق الجزائريه خصبه ان صح هذا التعبير بعد ان القانون الجديد انه اللاعبين الجزائريين والمغاربه ليسوا باجانب البطوله التونسيه ستكون هجره جماعيه للاعبين. وحتى مضى اللاعب اللي كان اللاعب سابق تاع مولوديه العلمه وموجود اللاعب قريشي عين فكرون قريشي مضى اربع سنوات في النادي الصفاقسي. نظن اللاعبين بداوا يمشيوا. انا نقول لك صح حقيقه طرح انه يعني الانتيري تاع الفريق قبل والترتيب لكن لما يجيك لا عبد النور من الناحيه التسويقيه ولا من الناحيه يعني الماليه مهم انه النادي على الاقل يتنفس بعض من الشيء. لكن نظن على الاقل تجيب اللاعب اللي يقدر الظروف الماليه مختلفه مثلا في مولود الجزائر ديانج رغم العروض الى انه اداره مولوديه متمسكه لانها ماليا ليس في نفس ظروف مثلا الدفاع تجنن. لا انا معاك من الناحيه التسويقيه ولا من الناحيه الماليه ولا من الناحيه الاقتصاديه الفريق الفريق ممكن انه يستفاد من تحويل اللاعب العربي. لكن نظن انه كذلك لازم نتكلموا على الدفاع كيفاش راح يكمل المنافسه. هذا الشيء اللي لازم نطرحه. لو انه دائما انا بنتفق مع فكره لما يكون العرض من اوروبا
لما يكون العرض للاعب قادر يتطور ويخدم منتخب الجزائر في اي وقت. صحيح، نضحي بالنادي، نضحي بكل شيء لان الامر يتعلق بكرتنا بصفه عامه. صح. ولكن هذه التحويلات نحو الخارج وحتى بطولات عربيه اخرى اعتقد بانه غير مجدي. صح، شوف كريم اني معاك في الطرح، لكن لما تجيك النجم الساحلي او الترجي التونسي او النادي الافريقي او حتى الرجاء البيضاوي او الوداد، الفريق اللعاب لما يمشي ممكن يعني يكون ليه ترومبل، ممكن بالفريق هذا يمشي لاوروبا. حامل يعني فرق، لا فرق كبيره صراحه. اعطي لي لاعبين. كيفاش؟ من النجم الساحلي ولا من الترجي وتحولوا الى اوروبا الجزائريين. اه بونجاح، لا بونجاح يلعب في خطر، يلعب احسن. لا اعطيوا لي لاعب نح من شوف الفرق اللي تلعب دائما رابطه ابطال افريقيا، الفرق اللي تلعب لاعبين الفرق اللي لعبت مونديال. لا اعطيوا لي لاعب من تونس جزائري احترف بتونس او في الخارج وذهب الى اوروبا. كاين بالليل يلعب في النجم الساحلي اونجي مش الاونجي وعاد عاد، لكن لعب راح. انت قلت لي راح، انا قلت لك بالليل راح. قلت لي لعب واحد. لما تقولوا لي نقطه عبور بالنسبه للاعبين، بطولتنا ايضا متابعه. لا نقول لك فيها متابعه كبيره من طرف هذا الفريق، لكن النقطه برك لما هذا نعطوا مثال، هذا العريبي لما مشى للنجم الساحلي وما يطورش امكانياته وما يرفعش المستوى تاعو ما ينجمش يروح لاوروبا، لازم يعاود يرجع. هنا لازم مطلوب جابوا كم لعب في تونس عاد ولا النوادي التونسيه جابوا ما حبش يمشي لاوروبا. نقول لك حاجه عبد النور، النوادي الخليجيه ولا التونسيه تربطك بعقد الا في حاله ما اذا كانت مستفيده ماليا، هي تدخل اموال كبار باش تسرحك. تسرحك اكيد، وما تفكرلكش على الجانب الكروي وما تقدمه لنفسك. عكس النادي الجزائري طلبوه نادي مارسيليا، طلبوه ونجح 5 ملايين يورو، 5 ملايين ومن بعد ولات الصفقه حتى 15 مليون يورو. واش دار الفريق؟ مدد له الحق. لذلك قول بانه هذه كلمه بوابه للعبور الى اوروبا، انا لا اتفق. انا اقول لك كاين لاعبين كثير اللي مشاو للفرق هذو الكبيره وما محبوش يمشيو لاوروبا لانه جاهم عروض من ناحيه، ممكن من ناحيه يعني الماليه ما كانتش في المستوى ما مشاوش. ولكن في الجزائر ذهبوا عطال، من اين ذهب؟ ذهب من البارادو. هذا شيء عاش تجربه قصيره لم تكن ناجحه، بعد ذلك وجد معالمه بالسبعين، من اين ذهب؟ الان ايوب عبد اللاوي ومشروع وائل ايضا لايوب عبد اللاوي. ممكن كاين بعض اللاعبين يخيروا يعني البلون سبورتيف على انا نقول لك نعطيك مثال نرجعوا للوراء، اللاعب موسى صايب مشى استاجير للفريق اوكسير، دوكا لاعب جزائري وكان يطلبوا اوكسير وتقول له دير عقد تاع يعني استاجير ممكن يرفض، لكن صايب قبل العرض وشوف وين وصل. وكان بطل افريقيا هذه لانه كان عنده ومشى الشجاعه. المشكل في اوروبا هذه لا تشطرني الراي مصطفى، انه اللاعبين ما يصبروش. صحيح. السنة الأولى جابوا لم يصبر في سيون، ديري بلال لم يصبر في السودان، أشيو في سويسرا، يوسف بالليلي لم يصبر، هي متربحوسين السنة الأولى هي السنة الحاسمة. ديري بلال في سودان ذكرت لك ديري بلال بدبودة أيضا. مشكلتنا في هذه السنة تقريبا اللي ينجح في تلك السنة خلاص يواصل، واللي يعود للاسف الشديد طبعا. وزيد كلمه كريم شائك ارتعد فقط القوس، واللي يمشي وكل يعني الحاجه السلبيه اللي عنده يعني يعمل عليها ويفاصيها ويطور امكانياته. شاهدنا انه سليماني في سبورتينغ وين مشى، يعني لما مشى للسبورتينغ كل الحوايج السلبيه اللي كانوا عنده كلها طورها ومشى الله يستر ومشى للفرق دوكا راهو في فنرباتشي واصبح اساسي في هداف الفريق الوطني. هذا راح من البطوله الجزائريه، راح من مو البطوله الجزائريه. لا نذكروا اني مازال انتظر اسماء الذين ضربوا بتونس او ببطوله اخرى واحترفوا، لانه هذه الصيغه لا سؤال مفاجئ، لكن ممكن الاسبوع القادم نجم نصبوا لاعبين لانه الوصول الى نصف نهائي او نهائي كاس رابطه ابطال قادر نوادينا توصل قادر. قل لي ماديا والعروض الماليه المقترحه من نوادي مختلفه اتفق معكم، ولكن نقطة عبور هذه فيها كلام. النتائج يا سي بلال للمباريات التي لعبت، طبعا شبيبة القبائل فازت في الدربي امام الموب بهدف مقابل صفر، اولمبي المديه بهدفين مقابل صفر على اتحاد بلعباس، المولوديه العاصميه
تضرب بالثقيل وبرباعية كاملة. إذا مباراة الفاق الصيفي لم تلعب غدا أو هذا السبت، مباراة كبيرة مثيرة بين شباب الوزداد وأتلتيك بارادو، توقعاتكم سادتي المحللين؟ مباراة صعبة جدا وفيها كل الاحتمالات والتكاهن بها صعب كريم. علاه تم التكاهن صعب؟ التكاهن صعب دبلوماسية و... فريق بدون ضغط وفريق راهو في ضغط كبير. لا بارادو عنده ضغط أيضا، فريق ضغط البقاء. لماذا؟ الفريق اللي راهو بالنقطة 17 دفاع تاجنات، وبارادو عنده 20 نقطة. يعني فريقين تقريبا في نفس الوضع، ولو عنده ضغط البقاء وضعية شباب هي أكثر ضغط كبير بالنسبة للشباب. نعم تكهن. أنا نرجع الحكم السيد سعيدي بمساعدة حد سعيد سعيدي اللي دار في شباب الثورة و شباب القضاء اللي قلت لي بأنه يتواجد في أحسن حالاته هذا الموسم. نعم حقيقة أخطأ مرة واحدة في مباراة أولمبية وفاق الصيف ضربة الجزاء الثالثة في شبيبة القبائل ضد نصر حسين ضربتي ضربة جزاء لشبيبة القبائل وأخرى للنصرية. نعم. ولكن ثلاث أخطاء في مرحلة الذهاب كاملة، شحال نعطيو له علامة؟ العلامة كان الناس تاع الميدان هما يمدوا العلامة، ما قدش نديرو الناس خلينا نختاروا حكم مرحلة الذهاب. لا ما قدش نديرو أنا علامة، لكن نقول لك بين الحكام المتميزين اللي أدى مرحلة الذهاب في المستوى وكان أدار نهائي كأس السوبر. قادرين احنا في هذا البلاطو من خلال متابعتنا من خلال كل الجرعة باش نقولوا أحسن حكام بارزوا في مرحلة الذهاب. نقدر نقولوها تعطيني ثلاث ابرز حكام باسم الجرأة. اعطيني ثلاث ابرز بالنسبة لك، بالنسبة لي احنا الشيء الاقل ارتكابا للاخطاء هذه ما فيهاش ربما تعاطف او شيء اخر. انت قلت لي علامة، قلت انا رفضت لك العلامة لان كاين الناس راهم في الميدان يمدوا العلامات للحكام. لا لا انا قلت لك شيء، المدرب يرتكب ثلاث اخطاء في مرحلة الذهاب كاملة. انا نقول لك علامة جيدة. لا هو كريم هو اللي دار مباريات كثيرة في المباراة، دار مباريات كثيرة. لا انا نعطي لك شيء، كاين حاكم نقدر نقولوا ما ارتكبش خطا. من هو؟ سيد بوسليماني. بوسليماني بوسليماني حمزه ادار منذ لحظه اليوم دار الاخطاء، اليوم عمل اخطاء. شو نقول لك اليوم كنا نهضروا على مرحله الذهاب، كنا نهضروا على المنطقه على مرحله الذهاب، ولكن كم عدد المباريات اللي دارهم؟ لم ما كانش عنده اخطاء. كم مباراه دارهم؟ عدد المباريات لم 10 مباريات بين أقل. 10 اقل من 11 مباراه بين المحترف الاول والمحترف الثاني. يلا في العدد القادم راح نحضروا نشوفوا عدد الحكام الابرز في مرحله الذهاب، عدد المباريات، القرارات الحاسمة، الأخطاء القرارات المؤثرة، والأخطاء والبطاقات، وضربات الجزاء. سنختار ثلاثة لأن تكلمنا عليها، اختار تكلمنا على درنا حوصلة على المرحلة الأولى مع سيم سعود، لكن نعود نذكر. لا هذه مش حوصلة، هذه حوصلة عفوية. حوصلة عفوية. حبيبي يضربك في التسعير. حوصلة خفيفة. كان حوس الضغط في المباراة، اليوم حبي يجيبني مجاورة، أنا كاين تجاوبنا. لا الأشياء جميلة، اليوم ما تنزل من عبد الرزاق رمضان يقول لك بمبرام كان في المستوى، نقولوا بمبرام كان في المستوى، بوكواسا في مباراة مول الجزائر وأتلتيك بارادو أدى مباراة بدون أخطاء، نقولها أيضا. أخطاء نقولوها ونذكر أيضا مشاهدينا الكرام بنتائج الجولة طبعا الثانية فعلا هي هكذا للمحترف 17 للمحترف الثاني، المباراة التي لعبت فقط اليوم، نذكر بفوز اتحاد بالسكرة. أيضا هاي النتائج سكيكدا أيضا، وفيه مباريات تستكمل هذا السبت. شباب سكيكدا يعود ايضا بقوه في الجولات القليله الماضيه رغم التغييرات الكثيره المترقبه، في مباريات متاخره ايضا ستلعب وسط هذا الاسبوع الثلاثاء لتسويه الرزنامه، مباريات فيها منعرجه حاسمه دربيه اتحاد العاصمه نصر حسين داي سيحدد قيمه السباق في مقدمه الترتيب. فوز اتحاد العاصمه سيربك الملاحقين، تعثر اتحاد العاصمة سيزيد من رغبة الملاحقين. حتى النصر لازم يعني يسترجع النقاط اللي ضيعها على أرض ميدانه أمام شباب قسنطينة. حتى كريم الفوز تاع اليوم تاع شبيبة القبائل ومولودية الجزائر راهو عمل ضغط على اتحاد العاصمة يوم الثلاثاء.
إذا ثلاثاء سيكون ساخن أيضا حتى بين مولود وهران وشبيبة الثورة في مباراة ستكون أيضا هامة في انتظار أن تلعب أيضا مباراة وفاق الصيفي أمام أمل العلمية ومباراة كأس الجمهورية أمام أمل بوسعاد القرى ستكون هذا الأحد بإذن الله. سادتي قضينا ساعة ونصف من الزمن تحدثنا فيه عن ما كان بحوزتنا من صور. نهنئ مرة أخرى فريق شباب قسنطينة بالفوز في هذه الخرجة الإفريقية الأولى في دور المجموعات. نتمنى حظ موفق لشبيبة الثورة هذا السبت وللنصرية في مباراة العودة. أسقس مقاز إن شاء الله دسقس نربح دسقس الخير ان شاء الله لهنا الجزائر ان شاء الله هذا ما كان ان شاء الله عام سعيد لكل الشعب الجزائري. اسقس مقاز اسقس مقاز عظمه نعاودوها اسقس مقاز ونشكره كريم على هذا يعني كنت اون فورم اليوم يعني بعام جديد نبدا نتفائل خير ان شاء الله خاصه بدات بامطار خير وبركه وثلوج تتهطل على طبعا بلادنا الحبيبه. اتفقنا سي عبد الرزاق سي كريم لو سمحت ترويج خفيف لاستديو المحترفين الغد ان شاء الله راح تكون ان شاء الله مفاجاه ساره لجمهورنا الرياضي الكريم وان شاء الله تكون تتزامن مع الاداء تاع الحكام المباريات اللي بقاو غدا ان شاء الله المفاجاه غدا ان شاء الله راح تكون ستكون قبل استوديو المحترف ستكون من الملاعب مع زامن سامي نورتي احنا قلنا غدا ان شاء الله من الاستوديو ان شاء الله نتمنوا ان شاء الله طبعا قولوها عوده زميلنا عوده نقولوها لا ما تقول ما تخبيها يلا المهم شكرا لكم مشاهدينا الكرام وكل على المتابعه والاهتمام في هذا العدد من برنامج اهداف وملعب. شكر خاص لزملائنا من الاستوديو رقم 2 هذه المره بقياده المخرج رضوان وبمساعده بلال بوعاصم لعبد الرزاق رمضان الذي ساعدني في اعداد هذا البرنامج بإشراف طبعا زميلنا سامي نوردين. نلقاكم بإذن الله. نذكر فقط تعازينا لعائلة لوناس قواوي اللاعب السابق لشبيبة قبل المنتخب الجزائري ترى وفاة الوالد. إذا شكرا للجميع ونلقاكم بإذن الله في موعدنا الرياضية القادمة. شكرا لكم. من الملاعب برنامج أسبوعي ينقل كل المباريات الرابطة المحترفة عبر ملاعب الوطن. من الملاعب برنامج يتناول بالتحليل والنقاش كل المباريات المنقولة فنيا تحكيميا وتقنيا بمشاركة المحللين والفنيين. من الملاعب برنامج أسبوعي يأتيكم كل يوم السبت. في إطار البطولة الوطنية المحترفة الأولى لكرة القدم موبيليست وضمن الجولة 17 برنامج من الملاعب يقترح عليكم لقاء كرويا يجمع فريقي شباب بالوزداد ونادي بارادو. شباب بالوزداد نادي بارادو مباشرة على الجزائرية الثالثة هذا السبت عند الثالثة مساء. رعاية سامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وإشراف وزارة الداخلية والجماعة المحلية والتهيئة العمرانية. الديوان الوطني للثقافة والأعلام ينظم جولة وطنية للعرض الملحمي نوفمبر سجل الخلود يوم الاثنين 14 جانفي 2019 بقصر الثقافة عبد الكريم دالي بتيرمسان. يوم الخميس 14 جانفي بقاعة الصمام بعين تيموشنت.
يوم الأحد 20 جونفي بدار الثقافة كاتب ياسين بسيدي بالعباس. يوم الأربعاء 23 جونفي بالقاعة متعددة الرياضات بمعسكر. يوم السبت 26 جونفي بدار الثقافة ولد عبد الرحمن كاكي بمستغانا. يوم الثلاثاء 29 جونفي بدار الثقافة لولاية شلف. هذه الجولة بمساهمة التلفزيون الجزائري، الإذاعة الوطنية، والديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. استوديو المحترفين برنامج إخباري تحليلي، فضاء أسبوعي نتناول فيه كل مجريات الرابطة المحترفة وقضايا كرة القدم الوطنية. نستضيف فيه كل الفاعلين وصانع الحدث بحضور خيرة الخبراء والمحللين. استوديو المحترفين يأتيكم على المباشر سهرة كل سبت عقب نشرة الثامنة على الجزائرية الثالثة.
هذا الأحد ابتداء من 6:30 مساء ستعيشون لحظات من حفل سحب قرعة كأس الجزائر للدور الثمن والربع نهائي. حفل سحب قرعة كأس الجزائر